مسيل اللي بري معاك مكملين. يملك جبران مسيل قدرة هائلة على قول الشيء وفعل عكسه، ويملك جمهوره قدرة هائلة على تقبل كل ما يقوم به بسيل، كل شيء، فعلا كل شيء. بنى بسيل حملته الانتخابية على الهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته المعرق لمشاريع التيار الوطني الحر الإصلاحية والكهربائية التي كانت لتنقل لبنان فورا من العالم الثالث إلى العالم الأول من دون جميلة الغاز الذي ننتظره كالسمك في البحر. حصل ذلك في وقت كان بسيل متحالفا مع بري في أكثر من دائرة، وأطلق جمهور التيار عبارة تحالف الطيوني على العلاقة التي تجمع بري مع القوات اللبنانية، على الرغم من ملاحقة سمير جعجع قضائيا وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بينهما انتخابيا وسياسيا. وبعد الانتخابات وصل بسيل هجومه على المعرقلين، ووصل جمهوره الردح إياه ضد بري، وهو قال منذ أيام قليلة فقط وتحديدا في ذكرى 13 من تشرين: معك مكملين لنخلص السدود يلي وقفت أمويلة ب 17 تشرين، معك مكملين لنعمر معامل الكهرباء بدير عمار والزهراني وسلعتها يلي أوقفوا أمويلة وزراء النكد، معك مكملين لنعمل مرفق جوني سياحي وأحواض بناء سفن على شواطئنا. ولم تكن تمر ساعات على هذا الكلام حتى رأينا بسيل في عين التيني يتحدث عن أهمية الحوار مع الجميع وخصوصا مع بري. رهيب جبران فعلا، يهاجم ويحاور في الوقت عينه، يبني الجسور مع الجميع حين يريد إلا مع سمير جعجع، هناك تنبش القبور ويستعاد الماضي وتطلق الاتهامات، حوار مع الجميع إلا مع المسيحي الذي يأكل من صحنه، أسلوبه يكاد يقول. أما الجمهور فهو مستعد للصلب والجلد، ومستعد لاعتراض موكب ينقل جثمانا، ومستعد لتقبل زيارة بري والتعاون معه، جمهور يفعل ما يريده الزعيم على العميين، علما أن جمهور الأحزاب الأخرى ليس أفضل حالا. وإذا كان بسيل رفع شعار مكملين وهو استخدمه مرارا في كلمة النصر في 13 من تشرين، فالحري به أن يقول لبري بعد زيارة الأمس: مكملين مكملين نسبك ونتحالف معك.